الأستاذ اللبان مدير عصر الفنون عايشة فهمي شال الخمس قطط اللي كانوا موجودين على سور العصر وجي رماهم هنا عند المركز الخزف. وهنا الأستاذ بيقول لي قول الرسالة بقى لمدير مركز الفنون الدكتور اللبان، قولوا رأي سعادتك ايه؟ ولا اللي قلت لك؟ انا بقول لحضرتك ده مركز ثقافي، يعني هو المفروض بس يا حضرتك ده مكان زوار، ده مكان زوار، يعني ما ينفع حضرتك ان انا اجي عندك عند حضرتك البيت اجي ارمي اكل كده القطط في مكان. انت شايف سيادتك رمينا لهم ايه؟ بتاع ناشف هيخلصوه في ثانية. يا ماما انا معاك، يا ماما انا افهم انا بقى، ايوه قول رأيك عشان نفهم موقف وزارة الثقافة كلها بقى بالجناين اللي عندها على سور. كويس سيادتك بتقول ايه؟ ايه اللي مش نضيف في الارض اللي حضرتك شفته؟ ما انا عايزاك توجه الرسالة علشان سعادة الوزيرة الأستاذة إيناس تشوف لنا مركز الفنون بيعمل ايه؟ والمركز التاني دلوقتي الراجل بيشتكي من ايه؟ اتحط دراي فود في جنينة، لان انتوا اللي ناقلينها، واللي ماسك مركز الفنون عند حضرتك مركز عيشة فهمي هو اللي رماهم هنا وما لقيناش الا واحده. اهي واحده واخدها من امها ولا بتاع، اي دين بيقول كده؟ اي دين، اي اخلاق، اي ثقافة، مركز ثقافة ايه اللي مش عارفين حضارة مصرية؟